قال انه الشيخ فرح والتكتوك قال لقدام حيكون الكلام بالخيوط والسفر بالبيوت. والكلام ده عرفوا كيف؟ اول حاجه دارين اول حاجه الاسناد بتاع الحكايه دي، ما دي ما عندها اسناد. اسناد معناه شنو؟ ان يكون زول صادق يعني لفرح والتكتوك. الشيء الثاني نحن محتاجين لناس يورونا حال فرح والتكتوك، عرفتها؟ هل هو انسان صالح او انسان طالح؟ اذا انسان طالح ده بيبقى زيه زي غيره من المتصوفه اللي تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انه الواحد بيرسل الشياطين فتسترق السمع، ها؟ فيركب بعضها على بعض، قال فيسترقون الكلمه يتكلم بها الملائكه فيلقيها من فوق الى من تحت حتى يلقوها الى ذلك الكاهن، قال فيزيد عليها 100 كذبة. فنحن بنشوف حال. وأما إذا كان إنسان صالح وقال الكلام ده فقد تكون كلمة ربنا سبحانه وتعالى أجرها على لسانه، وده ما يعتبر علم من علوم الغيب، ما يعتبر علم من علوم الغيب. طيب، قال ما رأيك في إزالة التوحيد من المناهج الدراسية في المدارس، وهل هذا الفعل الذي فعلوه صحيح؟ طبعا دي ما دار شك، لما الناس الخنجر والصوفية هم مش عملوا كده، هم الكلام ده عبارة عن أثر واحد من آثار مشي الصوفية للكونغرس. أنت ما سمعت لزيري قال شنو؟ في قاعة الصداقة مع اليمني ذاك علي الجفري الكذاب ذاك، وقد قال الحبيب هو كذاب ساكت، عرفته؟ قال 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 مشينا قعدنا مع الكونغرس الصف الأول، ومع الأمن القومي الصف الأول، ومع مجلس الكنائس الصف الأول، ومع مراكز بحثية أمريكية، فطلعوا إنه التصوف هو المنهج الصحيح والمنهج المعتدل. والجماعة قاعدين يكبروا، تكبروا على إيه؟ على هذا الباطل، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهمت؟ فده أثر واحد إنه يشيلوا منهج التوحيد. ونحن بنبشركم يا صوفية، لأنه نحن عن نفسنا، أنا عن نفسي ما عرفت التوحيد ده في المنهج بتاع سنة ثالثة. يعني كونك شلته من منهج سنة ثالثة ده ما معناه دعوة التوحيد ويكفل، أنت فاهم الموضوع ده؟ لأنه نحن ما عرفنا التوحيد ده، نحن ما عرفناه من المنهج بتاع الدراسة. قرينا منهج الدراسة ما بنتذكر فيه إلا ذهبت من هناك إلى ريرة وشنو كده الأهلي والعشيرة، ثم ذهبنا إلى الصديق، يا له من ظريف صديقي، وطه الغرشي في المستشفى، بس ده اللي قريناه، ما في حاجة. ومريم الشجاعة ما أعرف ليك شنو كده وكلام فارغ ساكت، ده قريناه. بعد ذاك قلبت مسكننا وملبسنا، بس تجيه دراستها كلها قدام المراية، مسكننا وملبسنا وكرشتنا، ما في حاجة، فهمت؟ أن احنا عرفنا الموضوع ده، الموضوع التوحيد ده ما عرفناه عند المنهج الدراسي. ولذلك نبشر الصوفية، شوف رب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض، وقال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، عرفتها؟ قال والله لا يبقين الله جحر ولا شجر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فنحن ما عندنا شك إنه الدين ده ماشي، ونحن ما علينا إنه الناس استجابوا أو ما استجابوا، إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى وبلغنا دعوة الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، بعد ذاك الناس قبلوا، الناس نفروا، لأنه نحن ما نازلين انتخابات، نحن ما جايين هنا عشان نقول لك صوت لنا رمز العنقريب، فهمت؟ نحن ما جايين لانتخابات، وإنما جايين نبلغ الناس وننذر الناس من هذا الباطل وهذا الضلال. طيب، بيسأل قال إنه قالوا ياخذوا الحديث من الفاسق، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ. لا، الآية بتدل على خلاف ما سأل الأخ، وإنما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن دي شرطية، جاءكم دفع للشرط، فاسق بنبأ جواب الشرط وين؟ فتبينوا. تتبين معناه شنو؟ تشوف هل ما جاء به هذا الفاسق صحيح حتى لا ترده من غير علم، أو أنه باطل حتى لا تقبله من غير علم. فده ده المفهوم الصحيح، وده العلماء ذكروه
في علم مصطلح الحديث القبلوبية والحديث النبوية، وده اللي بيطعن فوق الترابي والشلة بتاعت الشعبيين الشفوت ديل. يقول لك الحديث دي البخاري راجل وأنا راجل، تخيل البخاري يقول لك البخاري راجل وأنا راجل. هسي لو جيت قلت له يا أخي، لو جيت قلت له طيب أنت راجل والمهندس البنى العمارة دي راجل، أمشي أبني عمارة، يقول لك ما بعرف. لو قلت له طيب أنت ما راجل والدكتور يا الترابي اللي عمل لك العملية ومنها هلكت دي ما راجل برضو، ما كانت تشتغلها لروحك براك، بيقول لك لا. ما أنت راجل والزول اللي بيدرس الناس في الجامعة هنا راجل، ما تجي تدرس الناس، بيقول لك لا. ما أنت راجل والزول اللي بيقوم من الصباح يمشي يجيب الخدار عشان يبيعوا للناس راجل، ما واحد ما تشتغل ساكت. فدي أخواننا كلمة غريبة ذاتها، كلمة تدل على البلادة، ما حاجة ما في حاجة اسمها أنا راجل وأنت راجل. يا حتى أنت لو قريت أسي الليلة، لو قريت مدنية في تخصص جوا مش في إنشاءات وفي طرق وفي حاجات كثيرة صح؟ لو قريت كهرباء برضو بيجاي في شنو بيجاي في شنو، لو قريت العلوم بقت فيها تخصصات دقيقة. ها يجي الواحد يطعن في الدين وما عنده به معلومة ولا تخصص، وإنما هو شغل بتاع مستشرقين وناس بيلعبوا بالدين، عشان تيجي تقول لي أنا أنا راجل والبخاري راجل. البخاري رحمه الله لما جاء ألف الكتاب بتاعه ده قال انتقيت من 300,000 حديث، ها، وقال ما وضعت فيه حديث إلا وصليت ركعتين استخارة لهذا الحديث. كان إمام علم، الأئمة نقلوا السنة دي كانوا أئمة ناس حفاظ. الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يجي ماشي بالسوق كان بيقفل اضمينه عشان ما يسمع كواريك السوق، تعلق له براسه ناس 7:30 والدستة بـ4 وعلينا جاي عشان ما تبقى له في راسه، بيقفل اضمينه. واحد من العلماء شوف الحفظ ده كيف، قال لك في اثنين من كانوا من البربر ولا غيرهم، الناس الكلامهم عندهم لهجة بلاهم خاصة بهم، اشاكلوا في السوق والإمام ده ماشي جنبهم سمع كلامهم، بس واحد بيقول للتاني كلمة، مشوا للقاضي، القاضي قال لهم في شاهد؟ قالوا أي، الشاهد الإمام فلان، جابوا الإمام فلان. قال لي أنت عارف شنو؟ قال والله أنا ما عارف، لكن سمعت داك بيقول كده نيان نيان، جاب له بين الرطانة حقته، فهمت؟ فطوال القاضي حكم له. ناس بيحفظوا حفظ عجيب، تقول لي ده واحد. والتراب اللي بيقول المرأة تصلي بالرجال واحد، ها؟ قال المرأة تصلي بالرجال. زمان قال المرأة تكون كبيرة في السن وعندها دين وتقوى وعلم تصلي بالرجال، ده في لغاة بتاع طارق كبلو قاعد في النت. بعد شوية الترابي 2006 بالموديلات بيتحول، قال المرأة بس تصلي بالرجال وممكن تصلي بهم جمعة ذاته، انت راجل مرأة راجل، فهمت؟ كده يكون في صف وقدام تكون حاجة حليمة قدام، فهمت؟ ولا الترابية واحدة من الترابيليات تكون واقفة بيكم قدام تقول للناس استووا والناس يصلوا، فهمت؟ في زول بيصلي بتخشع في صلاة انت، الا تكون ما راجل والله، الا تكون ما راجل حتى تخشع في صلاة زي دي. وده استهتار واستهزاء بالصلوات. ده نفس التراب اللي بيقول الكلام ده، فهمت؟ قالوا له دليلك شنو يا تراب اللي على الكلام ده؟ قال ام ورقة قال كانت تأم نساء اهل دارها، مع انه شوف الترابي بيقول لك احاديث الاحاد ما بتنفع معانا. طيب حديث ام ورقة ده ما حديث احد، ليه اخذت به؟ عشان تعرف الهوى. فقال النساء اهل دارها، قال والدار كدارفور، دار قال كدارفور معناها كلهم بيصلوا، شو الكذاب ده؟ اهل دارها من النساء يعني، كان بيتصلي من النساء، وذاته ما جاب الحديث من البداية. الحديث من البداية أن أم ورقة من الصحابيات الجليلات رضي الله عنها استأذنت الحديث في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها، عرفتها؟ وبشرها أنها سوف تنال أجر الشهادة، أنت فاهم؟ بعد ذلك كان عندها غلام وفتاة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رجل أعمى يؤذن لها. لو كان صحيح بصح إنه المرأة تصلي إمام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها مؤذن، لأنه الإمام أعظم من شنو؟ من الآذان، فهمت؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، اتخيل لو قلنا الدار كدارفور معناها النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بيصلي وراء أمي وراء، ولا كيف؟ وده كفى به طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال لا أنا ما قاصد كده، لكن كان في ناس بيصلوا نقول له كذاب، لأنه ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إمام
وأحد الصحابة، خليك من 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 امرأة، أحد الصحابة أبو بكر أو غيره يكون بيصلي والناس يخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراء أبو بكر. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض ودقي الصولة، أبو بكر رضي الله عنه تأخر للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة تانية النبي صلى الله عليه وسلم مرق يصلح بين قوم في أعالي المدينة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أبو بكر فطفق الناس يصفقون لأبي بكر أو يسبحون، حتى انتبه أبو بكر فرجع أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم. يا أخي عبد الله بن مسعود قال ولقد رأيتنا وما قال ولقد رأيتنا وما يغيب عنها أي عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، إلا ذو المنافق حتى يخلي الصلوات، فهمت؟ لكن يا أخواننا ده الهوس بتاعهم، الهوس بتاعهم، الطعن في الدين بتاعهم. جاء الترابي قال ما في عذاب قبر، قال عذاب قبر ما في. قال ليه يا ترابي اللي؟ قال لأنه جسم الإنسان ده مكون يا أخواننا 60% موية. قال والزول لما يدفني البودي ده بيتحلل، وقال الآن أمريكا بتحرق والهند بتحرق، يعني دين ربنا يلقاهم وين؟ شوف الكفر والإلحاد ده كيف. وهو بيقول لك أنا بؤمن بالقرآن بس. طيب ربنا قال في القرآن، ربنا قال ولبثوا في كهفهم كم 300 سنين وازدادوا 9. هذا اللي حصل لهم شنو؟ ربنا جابهم ولا ما جابهم؟ أرجعهم كما كان ولا ما أرجعهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في نفس الصورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله كم 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عرفت؟ يجي الترابي يقول لك عذاب قبر ما في. قال الناس قال في الصلاة، قال لما انتهوا من الصلاة بيقول لك السلام عليكم السلام عليكم، بتسلموا على منو انتم؟ نحن بنسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها أي الصلاة التكبير، وتحليلها أي الذي يجعلك تحل لك يحل لك الكلام، وما كان ممنوعا داخل الصلاة التسليم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني شنو؟ وصلي. فده كله دي كلها مناهج باطل. ما سامعك كويس. ايوه. بعدك تسأله عن شيء ويقول لك الله ورسوله اعلم. كويس جزاك الله خير. العفو لله والرسول، الصحيح يا اخواننا يقول العفو لله. العفو لله. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يغفر الذنوب. ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما تقول للإنسان أعفو لي، للإنسان الحي تقول له أعفو لي في حقه هو، فده ما فيه إشكال. أما العفو كده مطلقا فهذه تكون لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني الله ورسوله أعلم، العلماء قالوا هذه تقال في الأمور الشرعية، وبعض العلماء قالوا كما قال الشيخ الفوزان هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ماذا؟ الله أعلم. وده في الأمور والعلوم الشرعية تحت الشريعة الآيات والأحاديث. أما الأمور بتاعت الأمور الكونية، يعني مثلا المطر نزلت ولا ما نزلت، بتقول الله أعلم، ما بتقول الله ورسوله أعلم، بتقول الله أعلم، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتها؟ لأنه دي أمور شنو؟ كونية. العفو والعافية ما فيها شيء. ها؟ العفو 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 ما فيه شيء، أما العافية ما أعرف والله. فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلات والنقاشات. العفو لله. الصحيح العفو لله. طيب، ده كتاب الطريقة التجانية. وده أحمد التجاني. ايوه اتفضل. يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يا اخواننا هو سيد ولد ادم،
ولا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذكرها الإنسان مطلقا يعني ما قيده بعبادة من العبادات كعبادة الصلاة مثلا، يعني لما تجي تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما هي الصيغة الشرعية. أما إذا قلت قال سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ده ما في إشكال، لكن لما تجي تسلم كعبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كعبادة تجيب الصيغة الشرعية اللهم صل وسلم على نبينا محمد صيغة، والصلاة الإبراهيمية ورد لها عدة صيغ وذكرها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. طيب الصفحة 54 ده كتاب جواهر المعاني، ده أكبر كتاب للطريقة التجانية في العالم، تجانية كلهم، والكتاب ده يباع الآن في الدار السودانية للكتب بيجاي، عرفته؟ طيب الصفحة 54 وانت ماشي لقدام، ده المفروض الناس يحاربوه، ده المفروض الناس يعالجوه، يا بالله ثلاثة بنات ها عشان تحاربوا بهم الجبهجية ما بتقدروا ذاته، زي ما قال الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع. الكيزان بيقوا يعملوا في ديل نكات، قالوا ديل الدارين يشيلونا ها والله، قالوا ديل ما فيهم راجل يشيلنا، الرجال مشوا الذهب، بيقوا يتنبروا بهم من زمان. العواليق البيجاي ديل كان عنده من 89 بكرة تجمع جاي يملى البلد فتة، الوحدة المعام تلقاها شيوعية ولا اتحادية ولا شعبية ولا غيرها، تلقاها جات الجامعة يدها صغيرونة بعامل الصفقة والتمدد والمعامل بتاع المرونة بتاعها انقطع، بتلقى يدها زي القراصة، انت فاهم؟ بكرة تجمع جاي يملى البلد فتة، فهمت؟ وتلقى بنات حزب الأمة الوحدة الكوري أنا الشوك الكتر، دي بيتي تخيل، أنا الشوك الكتر إن جرجروني وأنا البحر الكبير إن عبروني وأنا الجن اللي بيخلي الكوز ينوني، لا 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 الكوز ما نونا، والله جد نادي بيتكوريك ساي، والله ما تسمع ما تعجبك الصفقة، والواحد تلقاه جاي وجاء وراجع وتلقاه عرقان، والناس قال إنه عنده حاجة ما عنده أي حاجة، زي ما قال المثل أكثر البراميل ضجيجا البراميل الفارغة، وما تامي برميل ذاته، فهمته؟ ده لا وساي ما عندهم حاجة، تنظيمات فارغة فاشلة ما عندها حاجة، عشان كده خليك مع شغل النجيط، شغل بكتب. ونحن لو يوم جيناكم يا شيوعيين عندنا لكم كتب زي دي برضه، شيوعيين تعرف يا شيوعي كده خلوا الخلط شوية، لأن الشيوعيين قالوا ما عندهم أخلاق، قالوا بينكروا الأخلاق وبينكروا السلوك، قالوا إن الشيوعية زي ما قال كارل ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي، أول وثيقة للشيوعيين في العالم، لو خشيت النت أكتب البيان الشيوعي بيجيك كامل أكثر من كم وستين صفحة، فهمت؟ قال فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما، يعني لا في أخلاق لا في أديان، الناس دارين المجتمع ده يكون شنو؟ يكون مفكوك، مفكوك ساكت تعمل أي حاجة، ده شغل بتاع الشيوعيين والسفه والسفالة اللي بيعملوها ديل، ديل لما مسكوا اتحاد جامعة الخرطوم عملوا فوقه معرض للخمور، معرض معرض تدوق فوقه، تجي خش المعرض كده، دي المريسة بتاعت الشمالية بالبلح تدوق، تاني تمشي قدام ديك بتاعت وين جبال النوبة بالعيش تدوق، ديك الواحد بيخش عديل بيمرق تقول مارقينه من مكان الشعرية، فهمت؟ واحد اسمه وائل طه ده من 92 لليلة برلوم، تخيل من سنة 92 لليلة برلوم اسمه وائل طه، ده يا زول بعد ما سكر تمام مش عمل له عملية شينة جدا في شارع المن لغاية ما الجماعة ستروه ساقوه بتاكسي فاته، فهمت؟ ده السفة بتاعهم، سفة وكلام عجيب، شو عند لو جونا هنا حيعمل لنا الرقصات القديمة حقتهم سيما العجكو، انت لو عندك خالق قديم قرى الجامعات تسألوا من الموضوع ده ها؟ ليالي حمراء تغلق فيها الأنوار وتكسر فيها اللمبات وتغلق فيها الأبواب والله الله يستر، تفاهم؟ هوس جوا قاعد، ده ما الدين الشيوعي كده، الدين الشيوعي الشيوعية جات كده، عشان كده لينين ماركس قال وغاية في البيان الشيوعي ذاته، قال وغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة للنساء بدلا من الإشاعة المغطاة بالرياء والمداجة،
ما دارين حاجة تاني اسمها أختي، وفي حاجة اسمها دي محرمة علي مؤبد ودي محرمة علي مؤقت، ودي بيجوز لي الزوجة فهمتها، ودي عاقد عليها ودي عاقد عليها أبوي عاقد عليها. بس انتو هناي في يعني تأكيد خلاص أنشر أي طوالي تخش معاه تمشي معاه طوالي ما في أي مشكلة. ده الهوس الدارين ينشروا لنا الشيوعين، دي قلة الأدب الدارين ينشروا علينا الشيوعين، ولذلك ده منهج فاسد. إن شاء الله نحن بنجي نكشف لك كتبك دي هنا، كتاب اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية تاع إنجلس ما قروا ده الفاضين من والدبرك لما نضاجع كل بنات الطير، ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده شريف ونبيل يملى الدنيا طيور وأغاني. عشان كده الشيوعين أحلى غنية بتكيفوا لها، والله نحن مع الطيور، الصعلوك ده ربقى والدبرك فهمت؟ والدبرك ما شيوعي بنص القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فهمت؟ فمن الغرام بنرد عليك، والدبرك ذاته لو يتكلم بيتبرى من الشيوعية فهمت؟ كده خلينا مع الجماعة ديل بعد ذاك نجيهم. طيب قال في فضل ورده ده أحمد التجاني وما أعد لتاليه وصفة المريد. طيب قبل ما نواصل في شيوعي كلامي ده غايزه؟ أنت ما قليل الأدب في شيوعي ما قليل الأدب؟ فرصة مفتوحة للمداخلات. شيوعين ده القليل الأدب رأيكم شنو يا شيوعين؟ كلام ده ما خدش مشاعرك؟ طبعا الواحد بيعمل لك فوق هو الواد حساس يعني ها؟ واد كده مرهف ويقول لك ما دارين العنف اللفظي بالله ده اللي بيقلبوا كيسان العنف اللفظي يقول لك كويس تعال انا بخربش لك مشاعرك وقلبك تعال خش هنا تقدر تخش في شعبي يقدر يخش شعبي هؤلاء اليتامى فهمت فرصه مفتوحه لليتامى ديل ما في تنظيمات منتهيه عشان كده والله الكلام ده راكبين قفا ما بتقدر انت مش قلت الاحاديث دي ضعيفه شط ضعيفه امرك مش احنا خوافين نحن باص طولبن امرك ذاك الشارع ما شايف الشارع امرك برا عشان يجيك ثلاثه تسعات ينجموك ها غريب ذاته اولاد ذاته غريبين واحد تلقاه عامل كيف وتلقاه وسخان يقول لك ده النضال كده النضال بالوسخ فهمت وعامل شعره كيف ولابس كيف والواد عامل فوقه مناضل وتلقى واحده شيوعيه مضبضبه عشان تضل اولاد المسلمين فهمت وتلقاه لابسه لبس شين وكلامه كلام قبيح وفيه هتك للحياء وللستر يعني الجو الاسلامي الموجود في الجامعه دايره تهتكه هي تيجي تتكلم لك كلام شين وكلام غريب ذاته ونحن وبنسوي والكيزان ده وفعلته يا اخي انت عارف وحدات الوحده تلقاها جاده على الطرحه وبتتكلم في يعني العلاقه شنو بين النضال وبين رميه الطرحه العلاقه شنو العلاقه ما قالتها الهالكه فطوم احمد ابراهيم ارجى الراجل في الحزب الشيوعي قالت انا احيي طالبه الجامعه التي إذا دخلت إلى الجامعة ووضعت طرحتها ثم توارت عن أعين الحرس ألقت طرحتها مرة أخرى لتواصل مسيرتها النضالية النضال كله في قلة الأدب ما في نضال في حاجة طيبة ذات فهمت؟ ما في أي نضال فطوم أحمد إبراهيم ماتت هلكت في دار العجز والمسنين في لندن شيوعي واحد وقف معاه مف وين أنت يا شيوعين حق المهضومين وينه؟ فده الناس كذابين يا اخي نازل مسكوا البلد 3 يوم الشيوعيين في 79 قالوا الخرطوم ما مكه يعني لو دار تصلي تمشي مكه هناك قالوا مآذن المساجد تنقلب مداخن مصانع ها مآذن المساجد تنقلب مداخن مصانع فهمت وكلام شين جدا قالوه 3 يوم وكتلوا في الجزيره ابا 3000 او كم 3000 انصاري في 3 يوم او كم 1045000 انصاري ولا كم كتلهم في 3 يوم ده الشيوعين فهمت فناس عندهم يعني تاريخ اسود في السودان الشيوعين وديل الناس اللي قاعدين يضلوا في الشباب والمجتمع السوداني الشيوعين ديل في سنه من السنوات خامس السودان في سنه من السنوات كان بيجي يرقد في شارع المين هنا ليه لانه الشيوعين ديل بيحاولوا يغرسوا في الطلبه انه انت لابد تبقى حر في اي شيء في ممارستك ها بعد انت تكون زول تمام وزول كويس وعندك عقل بعد شيء يشربوك بانجو ويشربوك مخدرات فهمت ويورطوك عشان تبقى معاهم بعدين شيوعي بعدين انت ما تتخيل
دي برضو رسالة للطلبة، معلش رسالة حارة لكن مهمة جدا للطلبة الخلاطين، فهمت؟ اللي يرسلوا لك واحدة بعد ما تخلطها وممكن تورطك تستدرجك، بعد ذاك بيصوروك، لما يصوروك بعد ذاك يقول لك ها تمرق ولا نمرق الشغل ذاك، ننشره في المجموعة بتاعت الدفعة، فهمت؟ فالتنظيمات دي تنظيمات وسخة جدا، وسخة جدا، دارت تعتبرك أنت زيك وزي أي طوبة بخدتها زول عشان يتلب الحيطة، فهمت؟ مهما كلفوا ما بهمهم. طيب نرجع للعواليق التانيين ديل، بلد ملان هوس، سوداننا ملان هوس، والناس بتكوري والبلد غالية وما غالية، ما غالية كيف؟ طيب قال أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، قال شاف النبي صلى الله عليه وسلم عديل ما في النوم، فهمت؟ عديل يقظة لا مناما، قال لي لأحمد التجاني يعني أنت من الآمنين وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان. شوف الكلام ده كيف، أي زول بس بمجرد تشوف أحمد التجاني أنت من الآمنين بتخش نه، بتخش الجنة طوالي. وده نفس الكلام اللي قالوا الختمية، قال جاءني رسول الله برضو يقظة لا مناما وقال لي كما أنني خاتم الأنبياء والمرسلين فأنت خاتم الأولياء والصالحين، معناه كلنا نحن خاشين النار، لأنه ربنا قال عن الجنة في الناس اللي بيخشوها ولنعم دار المتقين، ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فلو ما بقيت ولي ما بتخش الجنة، والولي أخواننا ما يشترط له تلبس مرقوعة، طبعا الصوفي بيقول لك دار تبقى ولي هاي ولابس لك بنطلون وقميص وشايل التي سكوير وخاشي مراسم وعندك معامل وحاجات زي دي، لا لا ما بتنفع، يقول لك لابد تبقى وسخان، يقول لك يا سلام شايف ذاك ده يمكن يكون نبي الله الخضر، والله ده زي ما قالوا ما ممكن يا اخي زول وسخان زي ده يبقى نبي الله الخضر، الانبياء كانوا وسخانين يا مفتري، فهمت؟ فيقول لك انت عشان تبقى ولي لابد تخرج من الدنيا بتاعتك، هو كذاب ومفتري، والشيخ تلقاه ضارب السمينه، هو تلقاه بس شوفهم في المولد منورين، شوف البرهانيه اللي بيجاي ديل عندهم الخيمه بتاعتهم اميز خيمه في المولد، ليه؟ لانه بجيبوا فوقها حيران المان، فهمت؟ وفي كثير من الشباب عارفين انه الصوفيه عواليق وعطاله بس بيجوا للبرنامج ده، يقول لك يا سلام ابونا الشيخ البرهاني يا اخي برهانيه يا فهمت؟ يمشوا طوال البرهانيه، هوس هوس، اقول احنا جايينهم عندهم كتابهم برضو قاعد. طيب فده قال برضو قال فلما قال وكل من احسن اليك بخدمه او غيرها وكل من اطعمك يدخلون الجنه بلا حساب ولا عقاب، اكلت الفكي قال بتخش الجنه، يا ناس ده ما عشان انت تدفع له، والنبي عليه الصلاه والسلام كان شافوه يعني اقرب الناس للاسلام وما اسلموا، ابو طالب عمه كان يذود ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو لهب شافه، ابو جهل شافه، الكفار شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ده في النار، فما مجرد الشوفة بتاع الختمية، قال وقال لي بشر من رآك بأنه سوف يدخل الجنة، فقلت زدني، فقال بشر من رآك ومن رأى من رآك ومن رأى من رأى من رآك بأنه سوف يدخل الجنة، بعد ذاك زاد لي وقال لي خمسة، وبرضو السمانية قالوا لي سبعة، الشاف الشيخ ما بخش النار، بل السمانية في كتاب زهير الرياض قال الشيخ وكنت حريصا على رؤية الشيخ لأنني علمت أن من رأى صرة الشيخ أنه سوف يدخل الجنة، يعني أنا أشوف الصوفية ودارين يوصلون لوين، فهمت؟ وأنا أعني ما أقول، كل حرف قلته في هذا المكان مستعدين للمناظرة، مستعدين للمحاكمة، مستعدين للقضاء، مستعدين لمجلس الأمن، مستعدين لمجلس الكنائس، مستعدين لجفري إزيري، كله جاهزين لك إن شاء الله، فهمت؟ لأنه ده دين باطل يا حرف وغشوا الناس، كذب يأكلوا عيش باسم الدين، لما تجي أيام المولد دعاية لنا سوداتين صلي عليه، الدقيقة بكم صلوا عليه، فهمت؟ دقيقة بكم دي فيها حسنات، لعب يا ناس لعب، فهمت؟ طيب نمشي لمسألة ثانية. طيب قال لك فضل آداب الذكر الصفحة 397، عشان تجي تذكر الله لابد تعمل الشغلة دي 397. طيب قال الفصل 35 عشان تبقى تجاني، قال في آداب الذكر وما يراد منه، قام جاب له آداب كلها طبعا نجر ساي ما فيها دليل من الكتاب والسنة، قال 12
في حالة الذكر أولها الجلوس على مكان طاهر متربعا، تقعد كده زي الصينيين ديلك بتاعنا الكونفو، أزول لازم إنه كان بيحضر ليدي ليدي ولا شنو ما بعرف. طيب قال أو كجلوسه في الصلاة مستقبل القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على جميع أحيانه، تذكر الله في الجامعة في المحاضرة في أي محلة، تقول سبحان الله الحمد لله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها عبادات. ما اشترط الله إنه ذاته تبقى طاهر إلا في الصلاة أو كنت في المسجد أو دار تمسك القرآن تقرأ، دي اشترط لها الطهارة. أما إذا دار تسبح مطلق التسبيح مطلق الذكر، ده ما اشترط له شنو؟ إنك تقعد على مكان طاهر ومتربعا. قال الثاني أن يضع راحتيه على فخذيه. يعني شوف صعب الدين على الناس كيف يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. تعمل شنو؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال تقعد متربع وبعد ذلك تأخذ يدينك هنا في فخذينك، فهمت؟ طيب قال ومنها برضو أن يكون المكان مظلما، كن المكان مظلم بالنهار ما تذكر الله. طيب لو جاني ملك الموت مثلا في بالنهار وقدرت أقول لا إله إلا الله أقول ولا ما أقول؟ رأيكم شنو يا صوفية؟ قال والسادس تغميض العينين لأنه أسرع في تنوير القلب، فهمت؟ عشان في الشتاء ده خاصة عشان الستارتر بتاعك ده ينقر كويس، لابد تغمض العيون، فهمت؟ كويس. قال والسابع أن يميل خيال شيخه بين عينيه، وهذا آكد الآداب. لابد شنو؟ تأخذ الشيخ في خيالك، تصور صورة الشيخ عشان يكون الذكر بتاعك ذكر تقيل، فهمت؟ ها؟ قال والعاشر أن يذكر بهمة تامة ويميل برأسه إلى جهة اليمنى بلا، شوف دي لا إله إلا الله كيف وروك، لا خطوة خطوة، فهمت؟ الخطوة الأولى بهمة تامة كويس دي جوا القلب، ويميل برأسه إلى جهة اليمين بلا لا، ويرجع بإله إله، وإلى جهة صدري إلى جهة صدري بإله كده، وبإلا الله إلى جهة القلب بجاي، عرفت؟ وهي اليسار تحت الثدي الأيسر، ويقتطفها من سرتي إلى قلبي، تشيلها سريع. قال لك يا ناس ده ذكر هسي؟ ده ذكر ولا جنباز ولا ده شنو ده؟ والله تعمل الكلام ده تجي واقع طوالي، فهمت هسي؟ الله مسكني ساكت، الله ثبتني ساكت. فده هوس يا ناس، ده هوس، ده ذكر. شو بيصعب الدين على الناس كيف؟ نمشي لكلام أسوأ من ده، كلام أسوأ من هذا الكلام. طيب صفحة 57 صلاة الفاتح لما أغلق، نشوف صلاة الفاتح دي شنو. الفاتح لما أغلق صفحة 57 قال وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدري ومقداري العظيم. دي قال فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح حين رجعت من الحج إلى تلمسان، لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة. المهم قصة طويلة إنه يعني خلى صلاة الفاتح فترة، بعد ذاك الرسول قال لي أرجع لصلاة الفاتح، وكذاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له، كذاب مفتري التجاني والإزيرك والخنجر وكل من يذكر الله بهذه الصلاة كلهم مفتري. قال بعد ذاك الرسول قال له أرجع عليها، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صلاة الفاتح، يعني ده بقى صحابي، يعني أحمد التجاني بقى صحابي. طيب قال أخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، بس تقول الصلاة دي في خمسة دقائق زي الزول الختم القرآن ست مرات، فهمت؟ قال ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة. وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض شنو؟ ظهيرة. فده كفر بالله من أحمد التجاني ومن العواليق اللي ألف الكتاب. طيب قال ما سبب ده موضوع ساكت.
قال ما سبب خلافكم مع أنصار السنة؟ أنصار السنة بيقول جبهجي يا أخوان مسلمين وخلوا الدعوة للتوحيد، وجابين واحد اسمه شمس المعارف البدري، ده قال لا نحن ندعو الصوفية للخروج بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم في أزهى صورة، الله يكسر راسك إن صح الكلام، فهمته؟ دي بدعة. المالكية قالوا لو الناس اتلموا يقروا الأحاديث النبوية بس وبعد ذاك يأكلوا لهم حاجة ويتفرقوا على كده وما جابوا نوبات ولا طارات ولا نططوا ولا غيره، قالوا لكان هذا بدعة منكرة. تجي انت تقيف معهم، تقيف معهم انت، ده كلام غريب جدا. طيب قال فده من الكلام الخلانا نختلف معهم. نفسي أنصار السنة ديل مشوا في عزاء الترابي، قالوا الترابي شخصية إسلامية لن تتكرر على العالم الإسلامي. ها؟ أيوة في الباطل، جزاك الله خير. قال شخصية إسلامية لن تتكرر. الترابي بيقول أنا أعلم من الرسول لأنه أنا أتكلم الفرنسية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الفرنسية. ها؟ أيوة برضهم بيقولوا الكلام ده، وده من بلادتهم طبعا، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا اللغة العربية هذا دليل على صدق نبوته، لأنه لو تكلم غير العربية لقال الكفار وأعداء الدين لقالوا هذا الكلام والقرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وأتاه من رجل آخر. ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن شنو؟ لارتاب أي لشك المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. طيب فدال أنصار السنة مشوا مدحوا ده، مشوا رقصوا مع الكباشي، وجابوا واحد من أئمة الحرم اسمه مين كده الغامدي، مشى لبتاعين الكباشي، ونحن ما مشكلتنا، نحن ما مشكلتنا إنه تبقى إمام الحرم أو تبقى غيره، جبت باطل أنت بتتردم، فهمت؟ لأنه ما ممكن أنت زول إمام حرم تمشي تغش كثير من الشعب السوداني، لأنه كثير من أهلنا البسطاء يقول لك يا سلام إمام الحرم ذاته مشى للكباشي. تعرف الكباشي ده بيقولوا شنو؟ جابوا ولده في قناة النيل الأزرق، قال أبونا الشيخ الكباشي ربنا أداه كن فيكون على لسان، بس قاعدة في طرف اللسان هنا بس، كن فيكون طوالي كن فيكون، ده مسلم ده انت، فده هوس موجود الآن، هوس تجي تمشي معه انت أنصار السنة، عشان كده ما تباري لك جماعة. ولا نحن ندعو الناس إلى متابعتنا، ولا عندنا انتخابات، ولا نحن عندنا تنظيم ولا جماعة، نحن بنجي نكلم الناس ونوريهم الحق ونمش ونتكلم في ما يسر الله لنا أن نتكلم ونمش، وده الحق الداري إنه ينتشر بين الناس. أما بقية الأحزاب والجماعات والتنظيمات دايرة تأكل من وراك عيش، لابد الطالب يبقى حصيف يسمع هذه النصائح. طيب قال هل من المشروع الاحتفال بالمولد عن طريق إقامة ندوات ومحاضرات ونتحدث في السيدة في السيرة، أم أن هذا العمل بدعة؟ ده بدعة يا أخوان، ما بيجوز يا ناس، بدعة ما بيجوز. وأنا نقلت لك كلام العلماء، وده الإمام الفاكهاني والإمام ابن الحاج وغير من العلماء قالوا ببدعة المولد، ده غير البلاوي الثانية اللي بتحصل في المولد، غير ال 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 الشركيات وغير التفرق وغير الاختلاط وغير البلاوي الكثيرة اللي بتحصل في المولد، فما بيجوز هذا المولد. طيب نفتح فرصة للأسئلة أو المداخلات، فرصة مفتوحة. ده كتاب الطريقة البرهانية، عندهم كتابين طبعا، في كتاب اسمه قبس من نور، وفي كتاب ده اسمه تبرئة الذمة. طبعا الكتب دي نحن بنجيبها ليوم الزينة، فهمت؟ لأنه بعدين لو واحد قال داير مناظرة شغل ده جاهز بالأرغام والعلامات وكده. طيب الصفحة 314 قال وطلب سيدي الشيخ إبراهيم القرشي الدسوقي، ده المدفون بجاي ده ذاته سيد الكتاب ده مدفون هنا في السوق الشعبي هنا المسجد بتاع البرهانية ده، قال أن يزاد له في جسمه فزيد، ثم طلب أن يزاد أكثر وأكثر فزيد، وهكذا حتى سأله الجبار جل وعلا عما يريد من كبر جسمه، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى قال له ماذا تريد من أن نكبر جسمك. ويلزم من هذا القول أن هذا الصوفي يعتقد
أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما في قلبه، يلزم كده. قال فقال يا رب إنك قلت وقولك الحق في كتابك العزيز لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وأنا أريد أن أملأ جهنم لوحدي حتى لا يصلها أحد. ده الصوفي، فهمت؟ قال داري خش جهنم عشان تاني ما بزول يخش. قال قال فقال جل وعلا أتتكرم على كريم يا إبراهيم إنا شفعناك في 70,000 من مع كل فرد منهم 70,000 وكل هذا غير من أخذ طريقتك وغير من دخل مقامك وزارك فلله مزيد الحمد والمنة. وإن جرك الضوء قام صدقع. شوف الصوفي ده، أنا ما بعرف الزول ده شارب شنو، والله لو ما شربت من المشاريب الروحية وغير الروحية ما ممكن تحصل مرحلة زي دي. ده قال لك، قال له ربنا قال له أديناك 70,000 مع أي واحد 70,000 ده غير اللي بيخشوا طريقتك وغير اللي بيخشوا المزار بتاعك، يعني اللي بتمشي لقبره هناك، فهمت؟ وتخش جوا برضو عندك فضل كثير جدا. طيب برضو من الكلام اللي قالوه البرهانية صفحة 268 الطريقة البرهانية، ودي بتلقاها قاعدة في المولد عندهم طاقية كده لونها برتغالي زي حبة الكافليجين بتاعت الأطفال ديك. طيب ده بقول شنو الصفحة 268 قال وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن مراتب الغيب تبصرة للناس وإزالة للباس، وفي باطن هذه المرتبة أي بعد المشاهدة يسقط الذكر لأن صاحب هذا المرتبة مشاهد. يعني قال لك بتحصل مرحلة الذكر ذكر الله شنو بيسقط منك، ما بتذكر الله تاني. قال والذكر إنما يكون للغائب. قال ويقولون في هذا المعنى بذكر الله تزداد الذنوب، لما تحصل المرحلة دي بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، فترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها غروب. قال انت لما تبقى صوفي تمام وصوفي جد بعد ده انت بيشوف الذكر ده بيزيد لك ذنوبك. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملك أو بنبي ليلة أسري بي، أو قال لما مررت بإبراهيم ليلة أسري بي قال بشر أمتك أن الجنة قيعان وأنها غراس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. ده قال لك لو قلت سبحان الله بيكتبوا عليك وزر. ديل البرهانية، يعني انت لو عبدت الله هتكون نتيجتك شنو؟ جهنم. لو عبدت الله على مذهب الطريقة البرهانية هتكون شنو نهايتك؟ تكون نهايتك جهنم. نديك كلام ثاني اخطر من هذا الكفر. ربنا سبحانه وتعالى قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر ثبات، عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله شنو؟ كثيرا. لانه الذكر عند الالتحام الصفوف ودعاء الله سبحانه وتعالى مما يثبت الأقدام. طيب أشوف تاني من الكلام، والله يا أخواننا في كلام عجيب عندهم. قال في الكتاب بتاع قبس من نور قال كان في اجتماع للأنبياء بحلفة، ده والله الذي لا إله غير ده البرهاني. قال كنت قال جالس في غرفتي في السجانة، وزول ده كان يعني جار حبوبتنا زمان الله يرحمه في الخرطوم ثلاثة جيرانهم طوالي. المهم قال ففطرت إلى إبراهيم الدسوقي فقال لي ما لي أراك كئيبا. المهم قال لي في اجتماع للأنبياء في حلفة، قال فطرت أنا وإبراهيم الدسوقي إلى حلفة، قال فوجدنا اجتماعا للأنبياء. طيب لو في اجتماع مش أنت المفروض تشرف بهذا الاجتماع وتجيب موية وتخدم الأنبياء وكده؟ قال فجلست عشان يوريك إنه شنو إنه زول مكانته عالية. قال وعن يميني إبراهيم عليه السلام وعن شمالي إبراهيم الدسوقي ومن خلف نوح عليه السلام ومن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمني الأنبياء. يا ناس أنا ناقصين نظمي بتاع صوفية. قال فقلت كلمة بكى لها نوح عليه السلام. والله الذي لا غيره. يا ناس دي الطريقة البرهانية، عندهم حاجة اسمها الحزب السيفي. انت قد تشوف الكلام ده كلام ما بخش العقل وكلام ما بتصدق، لكن هذه لها الطريقة البرهانية. قول لهم ادوني كتاب اسمه قبس من نور، ما بدوك له نهاية. الكتب دي اتورطوا زمان وباعوها
ربنا يعني ورطهم وكشفهم وكشف حالهم، ونحن شلنا الكتب دي بقينا نكشفهم بها. فدال البرهانية دال بيقول لك في في الكتاب ده عندهم حاجة اسمها الحزب السيفي، قالوا لو قريتوا على زول دار يموت ما بموت، يمنع من الموت، فهمت؟ قال محمد عثمان ذاته المؤلف ذاته قال مرة عنده واحد من الحيران بتاعينه كان عيان، والممرض من أقرباه، قال له أنا زول ده ما بقدر أجيه كل يوم لكن اعتني به. قام قال له وده الحزب السيفي، أقرأ له لغاية ما أجي. قال ملك الموت جاء للعيان ده دارك بضروح، الممرض قال له لن تقبض روحه فإن الشيخ وصاني به، والله ده في الكتاب ها. وملك الموت لو ده والآن والآن ده الزول ده مات كيف؟ ده ما سؤال. قال بعد شوية ملك الموت لما ده قرأ له الحزب السيفي ورجع، الميت ذاته قال له يا زول ما تقرأ لي الحزب السيفي يا زول مالك؟ قال لأنه أبوي قاعد يدقني، أبوي وهابي قال، فهمت؟ وقاموا خلوا له الحزب السيفي ومات. كلام غريب وكلام كثير جدا من هذه الزندقة يقولها الصوفية، والله كلامي شيء براسك، كلامي شيء براسك يا أخي. عندهم في الكتاب ده، وده أعظم من كتب الصوفية الكبيرة جدا، كتاب الكبريت الأحمر محي الدين ابن عربي الصوفي النكرة، كتاب اسمه فصوص الحكم. قال فرعون على الحق، وموسى عليه السلام أنكر على فرعون لكن فرعون على الحق، وكلمة فرعون أنا ربكم الأعلى حق، لأن الصوفية عندهم إنك بتعبد الله لغاية ما أنت ذاتك بتبقى الله، زي ما قالوا القادرية في كتاب فيوضات الربانية، قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، لغاية ما قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. كلام كفر وإلحاد، ده المنهج الصوفي. والزمان أعدم المجتمع السوداني أعدم النميري جزاه الله خير، محمود محمد طه كان صوفي لكن نطق ونشر منهج الصوفية الداسين هم، عشان كده قام قطع شنو؟ قاموا قطعوا لراسه وشنقوه ومات وأعدموه. ليه؟ لأنه ما نسب الكلام ده للصوفية، ودي عقائد الطرق الصوفية كلها، عقيدة البرعي وغيره. طيب هنا قام نجر له حديث وكلام غريب، صفحة 10، البرهانية ديل بيعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، صفحة رقم 10. انت بتتخلع من الكلام ده، لكن أي زول داري يقرأ هذا الكتاب موجود. طيب قال حديث جابر، حديث طويل، والكلام ده ما قاله جابر رضي الله عنه ولا مرة حديث زي ده، ولا موجود في كتب السنة ذات ولا في الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة، ده حديث نجر البرهاني ده براه. يا أخي البرهاني عندهم كتاب اسمه شراب الوصف، قالوا ألفوا محمد عثمان عبد البرهاني بعد ما ماتوا دخلوا جوا القبر بليالي، مرق الكتاب فهمت؟ وما أعرف كتبوا كيف. وفي الكتاب ده بقول محمد عثمان عبد البرهاني بيقول جبريله ميكالو إسراف عزراؤه، الملائكة ديل يعني، هم جنودي في التصريف وهم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقرى، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. قال وأجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. طيب ده هنا قال فقال صلى الله عليه وسلم وعزة ربي أنا ذلك الكوكب، رواه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل قائلا يا جبريل كم عمرت من السنين إلى آخره الحديث. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن المكان الذي يأتي منه الوحي، فقال حيثما أكون في أقطار السماوات أسمع صلصلة جرس، فأسرع إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول والنبي. وده كذب،
بسمع جرس، وده ذاته تشبيه ولا ما تشبيه؟ تشبيه صح. اما الوحي بينزل كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. اما ده زول مفتري ساكت. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى البيت المعمور الان واتلو نسبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يزعم هو كده انه قال لجبريل امشي البيت المعمور واقرا النسب بتاعي. قال فذهب سيدنا جبريل عليه السلام مسرعا الى البيت المعمور وتلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب الى اخر. فانفتح البيت المعمور. الزول ده القصه دي مؤلفه من وين؟ من القصه بتاعت علي بابا مش؟ علي بابا افتح يا سمسم مش ياو؟ ولا عنده دليل من الكتاب او السنه انه الوحي بينزل بالطريقه دي. قال فانفتح البيت المعمور ولم يسبق ان فتح له قبل ذلك، فراى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بداخله جوا البيت المعمور. قال فعاد مسرعا الى الارض فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه كما تركه مع سيدنا جابر. فعاد بسرعه خارقه الى البيت المعمور فوجده صلى الله عليه وسلم هناك، ثم عاد مسرعا الى الارض فوجده صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا مع سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. فسأل جبريل عليه السلام سيدنا جابر رضي الله عنه فقال هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا؟ فقال سيدنا جابر رضي الله عنه كلا يا أخ العرب، يعني هو ما جاب صورته الحقيقية، فإننا لم ننتهي بعد من الحديث الذي تركتنا فيه. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا تعبي؟ يعني ذيل بيعتقدوا شنو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله. دي طريقة مسلمة، دي زول يمشي يحتفل معاه ولا يقعد معاه، دي الطرق الصوفية. عشان كده الليلة الصوفية في كل العالم وفي السودان وفي غير السودان ما بيقدروا يناقشوا ها المنهج الصحيح السلفي إلا يجيبوا له منصار سنة زي المصلي بتاع العقرب ولا حاجة، بيجيبوا لك حاجات ميتة يجي يدوسوهم كده وينتشر في المجتمع انه ده الناس الصوفية قويين ولا غيره. تعال عشان انا اجيب لك الكتب دي، نفتح لك الكتب بالصفحات وتجي تدين الادلة، طريقة برهانية، طريقة كزنزانية، طريقة تجانية، طريقة قادرية كباشية مكاشفية، غير من الطرق نتحداك انك تقدر تثبت على هذا المنهج وتبين الأدلة على صحة منهج التصوف ها من الآيات والأحاديث. ولذلك يا أخواننا ده التصوف والكتب كثيرة ما جبناه. كتاب صوفية بيتكلموا مع الطير، صوفية بيهرشوا ملك الموت موجود، صوفية بيهرشوا ملك الموت، صوفي بيطير بالعنقريب بتاعه في كتاب طبقات وضيف الله. قال الشيخ قاعد في المجلس قالوا له الشيخ ورينا كرامة الطيران، قال فطار الشيخ بعنقريبه ثم نزل. والله في كتاب طبقات وضيف الله صفحة 116 تقريبا أو حاجة زي دي، كلام غريب ذاته فهمت، واللي بيتكلم مع الطير فهمت، وأولياء ذاته كلام فاحش ما بيتقال ذاته فهمت، واللي قال لك كان من أولياء الصوفية من سفهه وقلة أدبه. قال إنه قال كان بيفعل الفواحش بسموم الصوفية الملاماتية أو المجازيب. الناس من اهلنا كده ديل بتعرفوا المجاذيب؟ مجاذيب ديل في الذكر بيقولوا كلام شين جدا من الصره ولا تحت فهمتها؟ بيقول لك لانه هو بيقول الكلام الشين عشان انت تقول الزول ده زول كعب عشان ما يدخل عليه العجب. وهل ده ربنا امرك به؟ ربنا امرك بالاخلاص، ما امرك انك تعمل معاصي وفواحش تقول ده من الدين. قال كم من كراماته انه اذا لقى زول راكب حمار ولو كان رئيس البلد يقول لي امسك راسها حتى افعل فيها، والله مكتوب في كتاب طبقات الشعران. قال فان لم يفعل تسمر في مكانه وان فعل حصل له خجل عظيم، يعني يسوي شنو فهمت. وشيخ ثاني اسمه محمد الحضري قال ذات يوم سالوه الخطبه فصعد المنبر ثم قال اشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام، فقال الناس كفر فسل السيف فطلع الناس كلهم من الجامع. نتحداكم يا صوفية الكلام ده ما في، تعالوا خشوا مناظرة، تعالوا افتحوا بلاغات، ما بتقدر، كلام ده حقكم. يا تتوبوا تخلوا المنهج ده والبدع والشركيات والضلالات، عشان ربنا ييسر لنا الخيرات وينزل علينا الرحمات والبركات. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا لم تتوبوا وترجعوا لا نزال نتحدث فيكم ونكشف عواركم ونبين باطلكم لجميع الناس. ولذلك نحن دي اعتبرها دي بداية. وإن شاء الله جميع التنظيمات نوعدكم بالصوت والصورة إن شاء الله. كل التنظيمات نحن أي تنظيم عندنا لو كتب زي دي، الشعبيين الترابيين ترابلي الهالك عندنا لو كتب، كتاب ما أعرف شنو السياسة بين أصول الحكم والواقع، والمرأة بين تقاليد الدين وتعاليم الدين وتقاليد المجتمع. ترابي قال في الهنادة قال ما في حاجة، ما في مشكلة، في زمان كان بيديهم فتوى إنه في الخلط الإسلامي، حاجة اسمها الخلط الإسلامي، وكان بيقول لي الجماعة زمان كان بيقول لهم إنتوا آخر حاجة لو خلطت البيض بيحصل لها شنو؟ بيسكتوا. بيقول لهم طيب لو خلط الشيوعي ما حتكفر، إذن اخلطوهن حتى لا يخلطهن الشيوعيون فيكفرن. فهمت؟ ده الفقه بتاعه. وعندهم فقه بتاع الخلط المتري، يعني إذا كان أكثر من متر ومتر أقل مسافة، مش في السرعة بالدب، أقصى ارتفاع وأقصى عرض، مش كده كويس؟ أقصى أقل مسافة متر، ده كده شنو؟ خلط جائز عندهم هو هم. وإذا كان أقل ده شنو؟ ده حرام. وقال لك لا بأس أن تأخذ أختك من يد هذا الترابي فتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها، ولا بأس إذا تلاقت الأنفاس تبقى زي دكتور العيون، وإذا وجدتما شيئا فلتفترغا. باقي لك بفترغا تاني؟ بفترغا. فهمت؟ وهوس قال جابوا في جريدة بتاعت فتاتي، قال تسلم على البيت كده، لا قالوا سألوا عن النظرة، حديث إنما لك الأولى وليست لك الثانية، نظرة الفجأة يعني نزول ما يداوم النظرة. قال صح الحديث صح، وكذاب ساكت ما معترف به لا بسنة لا بقرآن. قال ولكن هذه النظرة الأولى قد تكون ساعة، ساعة لما انت ذاتك بطارتك تنزل تجر فيها نور ساعة يا ناس. ده المنهج بتاعهم برضو، ده عندنا لو كتب وعندنا لو فضائح كبيرة جدا موجودة. الحزب الشيوعي برضو عندنا لك مجلات وجرائد وفضائح واعتراف بالزنا والفواحش. شيوعيين فطوم أحمد إبراهيم قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها، بقت مفتية ابن كثيرة، بقت لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. يا أخوان نزل ما لك يأكل بيقدر إذني نازل، لا أحياء ساكتين وجغرافيا ساكتين وتاريخ وعربي وإنجليزي ومقاسات برضو أنتم ساكتين برضو، زول ما قادر يقيف، زول ما قادر يقيف. أصل الخلاطين ديل أول حاجة من الصباح بيمشي يشربوا عصير مانجا حتى يمشي يتكلم، أنت فاهم كلامي ده؟ أنت ما شادي حيلك تزني كيف؟ وعائشة أم المؤمنين الطاهرة المبرأة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ما كان في فواحش، لكن ده الدارين لنا الشيوعيين ناس فاطمة أحمد إبراهيم. فهمت؟ وتقول أحيي طالبة الجامعة التي تمسع على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها. بس تديها مسكول طوالب يجيك، ما دي شيوعية كده، ده الموضوع الدارين الشيوعيين. وامشي شوف، امشي شوف جامعات كثيرة نحن بنشاهد فيها بلاوي ومصائب، مصائب. فهمت؟ شيوعيين كويس، كلام فارغ كثير، والأحزاب كلها موجودة إن شاء الله بنكشفها. فبرضو سرورية الناس ما تقف معهم، سرورية ديل ناس داعش، مش الآن كان في تفجير أول أمس في مصر، مش في تفجير؟ نفس المنهج ده، منهج عبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف قد يكون هو تنظيميا ما منتمي لداعش، لكن خش الآن في اليوتيوب واكتب فتوى عبد الحي يوسف عن تجويز التفجيرات، الجوازة منو؟ عبد الحي يوسف. ليه الناس بتدوس راس الرمله راسه، ولا المثل بيقول شنو؟ الراس في الرمله. ليه؟ ده مزول الافتى هذا اللي قاعد وبقري في جامعه الخرطوم السغافه الاسلاميه، وبيجيبوه هنا ناس المكتبه العلميه القاعده جنب المسجد القديم بغادي ذاك، المسجد ذاك في الجهه الشماليه جنب سيارات قدام المكتبه دي، المكتبه الكبيره حقت الجامعه قدامها كده، الجهه الشماليه الشرقيه في المكتبه العلميه، عارفينها مش؟ ده شيخهم عبد الحي يوسف بيفتي الفتاوى دي حقته، التفجيرات فهمت، والمظاهرات والخروج دي حقتهم. عشان كده الواحد الليله لما يجي يستغرب، يا
يا سلام بالله، السودان فيه بنات من الجامعات وطلاب من الجامعات مرقوا مشوا داعش، كيف الكلام ده؟ ونحن بلد متسامح ويجيونا نحن متشددين، هل نحن افتينا بتفجيرات؟ نحن بنحارب التكفيريين، نحن بنحارب الناس الزيدين، فهمت؟ ولذلك احذر من كل لافتات وتنظيمات موجوده في الجامعات دي. والله اول حاجه في قرايتك ما بتستفيد، فهمت؟ وفي اخرتك ما بتستفيد، وفي دنيتك ما بتستفيد، ولا حتبقى معاهم انت ذاتك ما بتشتغل معاهم. عشان ما تقول يا اخي انا مثلا خاش مع الكيزان ديل عشان لا نازل شويه عندهم قروش ويشغلوني، والكوز ذات وتلقاه تعبان موتر ما عنده. زمان الكيزان ديل يا زول تلقاه راكب عربات شغل مدور، بقى ما عندهم اي حاجه تكتح ما عندهم، فهمت؟ ما تمشي مع الشيوعيين يا اخي. زول حتى لو بيعمل الحرام المحرم ربنا حرمه، الخلط داير له تنظيم؟ ها؟ لو زول داير يرقص له في حفله داير له تنظيم؟ ما داير له تنظيم. زي ما قالوا اهلنا العرب، الرقيص مو فراسه قله حياه وانفناسه، اي زول بينفنس وما عنده حياه بيعرف يرقص، فهمت؟ فده ما داير له تنظيمات. فعشان كده نحن رسالتنا للطلبه والله ابعدوا من التنظيمات دي، بيلعبوا عليك. شوف انت تبقى، اخذ النصيحه دي نختم بها، تبقى بتاع بنجو، بتاع معاصي، بتاع ذنوب، دي كلها كبائر ومحرمات، والانسان يبعد منها لانه ربنا بعذبك بها اذا ما تبت وما كان عندك كفارات، ربنا بعذبك بها. لكن ده اهون مما تبقى في تنظيم وتبقى في جماعه، تبقى في حزب من الحزب الشيوعي لانصار السنه، لينا نحن ذاته ما تبقى معانا، ولا نحن حزب ولا جماعه ولا دارين زول يجينا، احنا دارين الدين ده احوالنا حق اي زول فيكم هنا، الاسلام ده حق اي زول فيكم هنا، الامانه دي حقت اي زول فيكم هنا، اي زول واجب عليه يدافع عن الدين، يبين الدين، يقف مع الدين الحق. والواجب عليك تبعد من التنظيمات دي وما تحضر لهم ولا تسمع كلامهم ولا بتستفيد منهم، وما تتغشى تشوف واحد بيتكلم وشعره كثير زي الولاد المنفوخ بجاي ده وتعتبر انه فاهم شيء، ده ما فاهمين حاجه يا ناس. ده الواحد بيجي يقول له تعال نعلمك الكلام، يتكلم في الكيزان، يتكلم لنا في التعليم، يتكلم دقيقتين باش يقول لك والكيزان الكلام قطع، يقول له الكلام لما يقطع قبل على الكيزان، ما عندهم معلومات يقدموها لك. وانت الكلام ده هو حرام، لكن لو دايره بتلقاه في الصينيه بتاعت البيت، الخدار في البيت لو نقص ابوك بيسيب للحكومه، فهمت؟ ما داير له، ما داير تنظيم، والله ما داير تنظيم. انا داير اوريك انه التنظيمات دي ما بتعمل حاجه. بعدين كل التنظيمات دي الجبهجيه اشتروهم وخدتهم في جيبهم الورق، كلهم خدتهم في الجيب بتاع البطاقه، والله كلهم. منو اللي ما اشتروه؟ شيوعيين اشتروهم، وينو الشيوعيين؟ شيوعيين وينو؟ فهمت؟ الشعبيين اشتروهم، السنوسي ذاك اللي بيشبه الترابي عنده مقطع بيقرا ورا الزين ذاك، ذاك بيقرا كيف وذاك شغال يقرا كده ماسك المصحف، انت ما شفت المقطع؟ قاعد يعمل كده يا زول، انت في فرقه ولا شنو؟ يا زول دي صلاه، فهمت؟ ده برضه اشتروه، الصادق المهدي اشتروه، في منو ثاني؟ صار السنه اشتروهم كلهم ودوهم الباقي كمان، فهمت؟ كلهم اشتروهم، في منو ثاني؟ في منو؟ انت فاهم؟ فعشان كده ما تباري نازل، والله يقول شوك ونخرج وسوف نخرج ولابد ان نخرج، وقتلوا الشهيد فلان ابن علان في المظاهرات لما كنا مارقين وبعداك دقونا وسكونا وناس الكجر تمرق هناك 10 دقائق بيعملوا حاجه اسمها تامين كادر، تامين كادر معناه شنو؟ معناه زول اللي كان بيحرش في الجبال ده بيعمل شنو؟ طبعا بيعمل زواغان طوالي، وانت بيجا بيجوك يقبضوك واهلك وامرقوا لنا ولدنا ويكتبوك تعهدات في الجامعه وكلام فارغ صحيح. والله ما تستفيش، ولا ديل الناس اللي بيمرقوا زمان بدري كانوا في الجامعات قالوا بيقيفوا 10 دقائق، ليه؟ لانه عربيه النجده والعمليات بتجي في 11 دقيقه، ونحن وسوف ونعمل بعد شيء الجماعه بيجروا البنات ذات ما بيلقنا اللي بيقيفا معي لانه بيقول لي لابد من مساواه الرجل بالمراه، فهمت؟ كلهم بيجروا، فهمت؟ وهو الساي يا ناس، الناس والله ما بتستفيد شيء. والتنظيمات دي كلها عباره عن غواصات بتاعت كيزان، اسمع كلامي ده، الكيزان بيزرعوا ناس في التنظيم، انا شيوعي والحكومه دي ما نافع، الحكومه دي وسخه، وانت تقول يا سلام والله الزول ده راجل خلاص، يا سلام يا تمشي معاه وبعد شيء وده الورطه ذاته، انت فاهم الكلام؟ تمشي بتضيع زمرك، طيب ده الشرك ذاته، بعد شيء يقبضوك ويزرزروك في حاجه انت مالك ومالك، فعليك بقرايتك دي، نجد قرايتك تمام، فهمت؟ واشتغل ويستفيد من زمنك، واذا ربنا سبحانه وتعالى يسر لك اعلم امور دينك وارضي ربك سبحانه وتعالى عشان تخش الجنه، اما نحن في الدنيا